بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالجميع وكل عام وأنتم بخير في هذا الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الأعوام القادمة والقريب العاجل أشهرنا بدون كورونا، وليس رمضان فقط. إن شاء الله شوال وباقي الأشهر تكون بدون كورونا. أرحب بكم باسم شركة شمس للتدريب، وهي مؤسسة هذه المسابقة، مسابقة أو سباق يعني دوري تصفيات، دوري لعنوانه علم أو علوم رقمية في القرآن الكريم أو قرآن رقمي، نقصد أسرار الأرقام في القرآن الكريم لغرض علم الدنيا، لأن القرآن فيه علم الدنيا والآخرة لغرض علم الدنيا. ففي هذه الحلقة طبعا نحن المسابقة في رمضان ستكون أسئلتها عن العشر السور الأخيرة من القرآن الكريم، واحتمال طبعا المسابقة ستستمر أو السباق أو الدوري سيستمر 10 أشهر حتى يكون عدد المتسابقين 10,000 شخص، فنختار من 10,000 شخص 100 فائز. 100 فائز سيلتحقوا بأكبر برنامج أو أكبر غرفة تحكم يحتاجها العالم العربي والعالم الإسلامي، و100 مدينة تحتاجها للتحكم في آثار الحروب والأمراض التي تداهم الناس. طبعا الحروب إن شاء الله عصرها انتهى، الآن دخلنا في عصر جديد، صراع بين الحضارات، وفي مجال العلم ومجال علم الطب والفيروسات وحاجات زي كده. يعني الكل يعرف أنه الآن في سباق لحل المشكلة عالميا، وقد يكون إنسانيا طبعا أكيد، يعني العالم كله ينادي كل من له عنده حل، لأن المشكلة أصابت الإنسانية بالكامل، يعني ما فرقت بين دين ولا وطن ولا رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا فقير، يعني مشكلة الكورونا تهدد الجميع، عصرها انتهى، الآن دخلنا في عصر جديد، صراع بين الحضارات، وفي مجال العلم ومجال علم الطب والفيروسات وحاجات زي كده. يعني الكل يعرف انه الان في سباق لحل المشكلة عالميا، وقد يكون انسانيا طبعا اكيد، يعني العالم كله ينادي كل من له عنده حل، لان المشكلة اصابت الانسانية بالكامل، يعني ما فرقت بين دين ولا وطن ولا رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا فقير، يعني مشكلة الكورونا تهدد الجميع، وهذه قد تكون رحمة إنه الناس تتعاون في الكرة الأرضية لمواجهة عدو خفي من غير الناس. يعني كانت الناس تتعاون لضرب عدو من الناس، مثلا يجي تحالف دولي يضرب واحد ك
كدولة يعني تهدد أمن العالم أو كذا أو كذا، الكلام القديم. إحنا الآن في الكلام الجديد الذي يهدد أمن العالم، الدولة التي تفرط في التعاون أو تغلق على نفسها وتحتوي المرض وتنشر المرض، فهذه ستقاطع من العالم من التنقل وكذا، يعني حاجات حتحصل. لكن نعود للسباق، لأنه شركة مكة سمارت، كلمة سمارت هي يعني خمسة علوم. أول علم الساينس، والساينس نحن يعني سمارت نعرف ومتأكدين، ومن خلال هذه المسابقة سنثبت أنه العلم المطلق هو علم القرآن الرقمي للدنيا. ونلقاكم في الحلقة الثانية، وكل حلقة خمسة دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التقرير عن أهمية CDC، وسنرى فيديو أو أكثر من فيديو حتى نعرف أهمية CDC من أجل أن نفهم ECDC اللي هو مصر إيجيبت. طبعا CDC هي اختصار لكرايسيس ديزاستر سنتر، ف ECDC اللي هو إيجيبت كرايسيس ديزاستر سنتر ECDC. إن شاء الله طبعا هناك مسابقة لأن يكون 10,000 مشترك من 100 مدينة في CDC، وهي مسابقة قرآن نيوميريك. وهذا التقرير لتعريف من يرغب في الدخول في الدوري، يعني ليس سباق، دوري، لكي يعرف كيف يكون عضو في CDC أو ECDC اللي هو مركز مصر للكورونا، بدل الكرايسيس ديزاستر سنتر أي كوارث كورونا، مركز كوارث كورونا أو أبحاث كوارث كورونا. Helping and being more active, you can greatly reduce your risk. And there is health risk and don't even know because they have no symptoms. Are you one of them? كوارث كورونا. Hi, I'm Joan London. 84 million Americans are facing a serious health risk. بسم الله الرحمن الرحيم. A serious health risk and don't even know because they have no symptoms. Are you one of them? We're talking about prediabetes, a condition where your blood sugar level is higher than normal, and without intervention, will likely become full-on type 2 diabetes within 5 years. But the good news is, you can keep that from happening. By eating healthy and being more active, you can greatly reduce your risk. And there is help for you at the National Diabetes Prevention Program. I became a diabetes educator because it's a disease that is spreading all over our country, and it's something that could affect anybody. We focus on people who have diabetes or pre-diabetes, and it's really important to have people prevent this chronic disease. I teach them a lot about movement. I teach them about their heart rate and how to keep it safe. And we don't ever use that word diet. I hate that word, actually. It really is just them learning.
Okay, at the end of this, we thank you all. وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة.